عندنا عصير احمر، احنا دلوقتي في الموسم بتاع كل حاجه تدعم مناعتنا ومناعه اولادنا، فانا عايزه نستفيد منها على قد ما نقدر، والعصير ده ارجو ان حضراتكم تعملوا بيه ميكس السيدات الحوامل، الولاد الصغيرين، السيدات الكبار في السن اللي مناعتهم او يعني مرضى الكبد، الناس اللي هي دايما مناعتها بتقل، دي مهمة جدا. تعالوا نقول العصير بتاعنا عن ايه. النهاردة هستخدم فيه البنجر، هيكون فريش، يعني انا مش هسلق البنجر بس، كمان هتحايل على طعمه انه يبقى مستصاغ باللي احنا هنضيفه معاه. العصير ده مناسب جدا للرياضيين وكل الناس، كل الفئات العمرية، وعايزة اقول لكم يعني نتيجته فعالة جدا في وقت قليل جدا. طيب عندي اول حاجة العصير الاحمر، عندي بنجر، بنجراية، عندي فراولة، 3 4 حبات فراولة على حسب، حتى لو أنا محتفظة بيها في الفريزر مفيش مشكلة. عندي رمانية، وعندي طماطماية مخلية البذر تماما، وعندي معلقة من العسل الأبيض، وعندي روح الفراولة. عارفين أنا ليه ضفت روح الفراولة؟ هي زي روح الموز وروح البندق وروح اللوز وكل الحاجات الحلوة دي من عند العطار. ليه؟ هي فين الروح يا ولاد؟ حطيتوها لي فين؟ ندى؟ فين روح الفراولة؟ ماشي تعالي. ليه بقى؟ عشان تديني طعم حلو. عارفين لما نيجي نشرب الشربات اللي بطعم الفراولة هيبقى العصير ده طعمه كده، مش هحس ابدا بطعم البنجر. انا عارفه ان في ناس كتير قوي بتتضايق من موضوع طعم البنجر ده، لكن انا لازم اخده فريش عشان اخد فايدته. فخلينا كده نقول بسم الله، هاخد كده من الجلافزات بتاعتي. فين؟ هاتوهالي. هناخد كده شوية من البنجر. بصوا أنا قطعته مكعبات صغيرة، أنا في الآخر مش عايزاه يبقى يهلك الخلاط أو يبقى شديد على الخلاط، أنا قشرته خالص كده. هنحط شوية مقام واحدة كاملة أهو كده، خلاص كده كويس قوي. والعصير ده ممكن نستمر عليه ان شاء الله حتى مرتين في الاسبوع. طيب هناخد كده من الفراوله جلافزات لو سمحتوا، وروح الفراوله هاتوها لي. بصوا دي فراوله كنا مقطعينها وحطيناها في الفريزر فريش اهي، شايفين ازاي؟ فين الكبسه حبايبي اللي هنقدم فيها؟ الكوبايات اللي هنعمل فيها، تعالي يا نودي. بصوا كده، ادي الرمان، شايفين ازاي؟ اللي حابب يصفي العصير ده ما بيحبش طعم البذر اللي بيبقى جوه الرمان ممكن يتصفى، ما فيش مشكله خالص. خلاص اهو هاخد طماطمايه صغيره او نص طماطمايه اهي، وهاخد معلقه العسل، ومش عايزه ازود حاجه تاني. اصلا البنجر فيه نسبه سكر، والفراوله فيها نسبه سكر، والرمان فيه نسبه سكر، والافضل ان انا ما اضيفش اي حاجه من الاضافات دي. خليني بس اهدي على البسله. ايوه طيب هبدا اخد ممكن شويه ميه. بسم الله هضرب الاول الخليط ده وهزود عليه ميه عاديه. دي اللي عايز يصفي الخليط يصفيه، اللي مش عايز يصفيه ما يصفيهوش، هو بصراحه مش محتاج، لان احنا كده كده بناكل الرمان بالحب وبناكله طبيعي حتى دي، لكن انا بقول للناس اللي مش حابه. بصوا بقى اخر حاجه هضيفها هنا روح الفراوله اهي، نقطه واحده
تديني طعم كاني بشرب شربات بالظبط، عشان انا يعني الناس اللي اشتكت كتير من الطعم عايزه تعمل ده بس مش عايزه تعمله عشان الطعم بيضايقها. بس خلاص نصب بقى. رائع، بسم الله. للولاد بقى معانا مدام منال. اهلا اهلا حبيبتي مدام منال. صباح الحاجات الحمراء النهارده بقى. ايوه مهمه والله. صباح الفل على حضرتك وعلى عيونك يا رب. اه والله والله حلو قوي يا شيف عظيم. والله جربيها جميله على فكره. تسلمي تسلمي حبيبه قلبي. هجربها ده انا هجربها ضروري، ده انا عندي العيال عندهم انيميا. جربيها بقى وليكي انت كمان، ليكوا كلكوا مش ليهم هم بس. والله هتفرق معاهم قوي قوي، حتى لو عملتي لو عملتي نتيجه التحليل بعدها هتعرفي الفرق ان شاء الله، لان كل الحاجات اللي محطوطه في العصير الاخضر لازم اعمله. انا ممكن اضيف له كمان جزر يا شيف عظيمه صح؟ ممكن، بس هو مش هتحتاجي في ده، مش هتحتاجي الجزر، قيمته معاهم مش هتبقى يعني هي احسن حاجه. فاهمه قصدي ازاي؟ يعني الجزر والبرتقال لوحدهم رائع. ايوه ايوه فاهمه. في حاجات تبقى مع بعض تكمل بعض. ايوه برافو عليكي. ادينا ادينا قمر الدين كده. ادينا طعم قمر الدين الثاني. يديكي الطعم اللي انت حباه طبعا. ولو عندك عصير مشمش فريش انت عاملاه في البيت هيبقى رائع لو معاهم. يبقى جزر وبرتقان وقمر الدين تحفه. والله بجد افكارك النهارده عايزه شيف عظيمه. الله يسعدك يا مدام منال. قوي عجبني قوي قوي العصير النهارده. جربيه والله بنتيجه التحليل انا بقول لكم. تسلمي تسلمي حبيبتي. الله يهنيك حبيبتي. تسلمي لي مدام منال، نورتينا وشرفتينا حبيبه قلبي. شكرا لحضرتك جدا.